حبايبي الحلوين، صباح الخير عليكم. معاكم فاطمة أبو علي، والنهاردة هقدم لكم كيكة البرتقال السهلة جدا والسريعة والبسيطة. يلا نسمي الله وندخل نشوف مقاديرنا مع بعض. النهاردة الجمعة، عايزين ندلع بقى أولادنا. بسم الله، معانا كوباية سكر بودر، كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، كوباية إلا ربع لبن، 3 بيضات، معلقة بشر برتقال، فانيليا، أصنص برتقال، 2 دقيق، ومعلقة ونص بيكنج باودر. كل المقادير دي بدرجة حرارة المطبخ عشان كلها تبقى نفس الحرارة، مفيش حاجة تفصل. هنسمي الله. أول حاجة هننزل بكوباية السكر وكوباية الزبدة المتقطعة مكعبات، وهنبتدي نضرب فيها كويس جدا. أنا عايزة الزبدة والسكر يبقى زي الكريمة، كل ما الزبدة والسكر بنضرب فيهم كويس بتخلي الكيكة هشة وبتعلى وبتبقى خفيفة. شايفين انا بفضل اضرب فيها لحد ما لونها يفتح جدا، اتحولت من اللون الاصفر للون الابيض زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى في المرحلة دي انزل البيض بيضة بيضة، نزلت اول واحدة واختفت، ابتدي انزل التانية واضرب. شايفين، وابتدي انزل البيضة التالتة واضرب، وربع معلقة صغيرة فانيليا، وابتدي انزل بمعلقة بشر البرتقال واضرب. سهلة وبسيطة وبسرعة جدا، ومعلقة صغيرة اصنص برتقال لو موجود، بتخلي ريحة الكيكة حلوة جدا. كده بقى هبتدي احط الدقيق بتاعي، هحط عليه معلقة ونص بيكنج باودر، هقلبهم مع الدقيق وانخلهم كويس. نخل الدقيق بيدخل هواء في الكيكة وبيخليها هشة وعالية. كده ضربتها لحد ما خلاص البيض وكل المكونات. ابتدي بقى احط الكوبايتين الدقيق شوية بشوية، ما بنزلش بالدقيق مرة واحدة. حطيت الدقيق وعليه المعلقة ونص بيكنج باودر وذرة ملح بسيطة جدا، وابتدي اقلب بقى في المرحلة دي بشويش عشان احافظ على الهواء اللي دخلته في الكيكة بتاعتي، من تحت لفوق كده بشويش زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة كيكة سهلة جدا وبسيطة وسريعة، النتيجة بتاعتها حلوة جدا. وهبتدي اضيف الكوباية الا ربع لبن بشويش برضو، ادخل كل المكونات مع بعض لحد ما تمتزج المكونات كويس، واقلب بس من تحت لفوق، اتأكد ان الدقيق كله اتقلب. وادهن صينية 24 او 22، واكون طبعا مولعة الفرن الاول. انا هنا عملتها في قوالب الانجليش كيك، بتطلع شكلها حلو وبحب كده اقطعها شرايح، المتاح عندك حطي فيه. طبعا بولع الفرن الاول يسخن على 180، وابتدي اساوي الكيكة بتاعتي كويس وادخلها الفرن. زي ما انتم شايفين كده منظرها كريمي وجميل جدا. بتدخل الفرن حوالي 3 ساعة او 25 دقيقة حسب فرنك، مش بفتح عليها الفرن خالص، وبعد السوا بعمل لها اختبار بالخلة. وده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما بردت وطلعناها من القالب. ريحتها جميلة جدا ولونها جميل جدا وطرية ومفرغة، هتعجبكم جدا جدا. ودي كانت وصفتي النهاردة، الكيكة البسيطة جدا. كنت معاكم فاطمة أبو علي، اتبسطت ان كنت معاكم. ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير ودعم لقناتي على اليوتيوب فاطمة أبو علي، وصفحتي حبهان ومستكة، واتبسطت ان كنت معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.